الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أتذكر مع هذه الموجات قصة غرق فرعون. هذا الغرق وراءه معجزة حقيقة أنبأنا عنها القرآن العظيم. أنا سأترك المشهد هكذا لنتخيل معا كيف غرق فرعون في هذا البحر العميق. لقد أرسل الله له سيدنا موسى وهارون وقالا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. على الرغم من ذلك لم يتعظ واستكبر وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. تحدى سيدنا موسى عليه السلام. ماذا كانت النتيجة؟ أغرقه الله. ولكن المعجزة أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد يعلم شيئا عن قصة غرق فرعون، ولم يكن أحد يعلم شيئا أنه سينجو ببدنه ويتم تحنيطه وحفظه إلى يومنا هذا. شاء الله أن يسخر أحد علماء فرنسا، وهو أحد أكبر أطباء فرنسا، موريس بوكاي، الدكتور موريس بوكاي، عندما كشف على جثة فرعون وقال هذه الجثة ماتت غرقا، تكسرت أضلاعه، بقايا ملح موجود فيها. هناك دلائل كثيرة على أن هذه الجثة غرقت، ولكن العجيب كيف تم استخراج هذه الجثة، كيف تم استخراجها من البحر، وكيف وصلت سالمة من الأسماك والحيتان و يعني مخاطر كثيرة، كيف تم إنقاذها؟ لأن الذي يغرق من الصعب أن يتم انتشاله. تم انتشال جثة فرعون، تم تحنيطه، وتم الكشف عنه في القرن الماضي، القرن العشرين. وعندما سمع هذا العالم الفرنسي أن هذه القصة موجودة في القرآن قال مستحيل، لا يمكن، كيف يمكن لحدث أنا أول من يراه في العالم يكشف عنه نبي أمي عاش قبل 14 قرنا؟ فعندما درس الإسلام وتأكد أن الآية بالفعل صحيحة، فاليوم انظروا أيها الأحبة، الآية دقيقة جدا تخاطب فرعون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بالفعل كانت آية آمن بسببها هذا الرجل موريس بوكاي، وآمن معه كثير، ألف كتابا اسمه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث، وكان الكتاب الأكثر مبيعا، ملايين الناس استفادوا منه، وكثير من أعلن إسلامه بسبب هذه الآية. ويبقى السؤال أحبتي في الله، كيف علم نبي أمي في ذلك الزمن أن فرعون غرق رقم واحد، وكيف علم أنه تم انتشال جثته، وكيف علم أنه سيحفظ آلاف السنوات، بل كيف علم أنه سيكون آية لمن خلفه؟ يعني هل يستطيع بشر أن يتنبأ بكل هذه النبوءات ثم نقول إنه ليس رسولا من عند الله؟ والله أيها الأحبة هذه المعجزة تزيدنا إيمانا ويقينا أن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.